والسادة الوزراء، نجتمع اليوم في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة خاصة الغاز، مما يوجب علينا دراسة ومعالجة القضايا الرئيسية التي من بينها تعتمد على مصادر طاقة نظيفة من أجل الذي يعتبر غاز. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمار في موارد كثافة عالية من الضروري إجراء حوار رؤية استشرافية مشتركة. يشرفني ويسعدني أن أرحب بضيوفنا الكرام في الجزائر، وأغتنم فرصة لقائي بحضراتكم لأعرب عن مدى شكري وامتناني لحضوركم المتميز في هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي يعقد عشية القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المحطة الهامة والأبرز لتعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء. في هذا المقام أثمن حضوركم وحرصكم على المشاركة في إثراء نقاش أعمال هذا الاجتماع التي من شأنها أن تعزز وتدعم هذا الحدث الذي من خلاله نؤكد التزامنا ووعينا الجماعي على ضرورة تكثيف التعاون والتشاور والمضي قدما لصياغة اقتراحات وتوصيات فعالة لرفعها إلى الاجتماع قمة غدا إن شاء الله.